مشاهدين الكرام أينما كنتم وحيثما تواجدتم، وهكذا نطل عليكم مع بداية هذه الحلقة وفي مستهلها من قمة جبل عيزر المطل هنا على وادي عمد الشهير بخضرته الزراعية التي تكسوه مع مجموعة من النخيل المنتشرة وأشجار السدر التي يشتهر بها هذا الوادي. وهذه عقبة عجزر الشهيرة التي تربط وادي عمد بمديريات دوعن والضليعة. أهلا بكم في بداية هذه الحلقة، ونبدأ معكم ترحالنا وتجولنا في مختلف ميادين حضرموت ومحافظاتها المجاورة. أهلا بكم إلى سؤال هذه الفقرة الدينية هدى الإسلام، وسؤالنا يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس أفضل قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال الصحابة: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ فسؤالنا: من هو مخموم القلب؟ من هو مخموم القلب؟ مهموم. مش مهموم، مخموم القلب. مخموم القلب الإنسان ليه تايه، لا يصلي ولا يصوم ومهموم ومبهدل في حياته، هذا يقولون مخموم قلبه. لا، هذا يقولوا له مهموم مش مخموم، المخموم ثاني يعني بعكسه. لا بس ثاني له صفات معينة. إيش هي صفات مخموم القلب؟ مخموم القلب اللي لسانه تنطق بغير اللي في قلبه، هذا صدوق اللسان. هذا صدوق اللسان. ومخموم القلب؟ مخموم القلب اللي ما ينطق بالصح، مخموم قلبه ما ينطق بالصح. لسانه نعم تشوفها يا طم لسان، ولكن مخموم القلب داخل ما ينطق بالصحيح لا شك. والله ما مخموم القلب له صفات. مخموم القلب لا مش مهموم، مخموم القلب. فمن هو مخموم القلب؟ أبو هريرة. أبو هريرة قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. من أبو هريرة؟ من عبد الرحمن؟ من والله ما ندري، أبو بكر الصديق. أنا أبو هريرة. من منه؟ أبو بكر. من اسمك؟ عبد الله عمر بن نف. من فين؟ من منطقة طمحان وادي عمد. طمحان أيضا، طمحان إحدى المناطق التابعة لوادي عمد. وادي عمد. سؤالنا يقول: لحظة، من هو مخموم القلب في حديث النبي؟ مخيم سعدات. واضح هذا، إذا كنت تحفظ الحديث أو تعلم بالحديث بتعرفه. الصحابة سألوا النبي أي الناس أفضل، قال لهم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان هذا نعرفه، هذا معروف اللي يصدق ولا يكذب، فمن مخموم القلب هذا اللي عند الله أفضل؟ دي الصادق، دي محمل شي في قلبه حقده، هذا الصادق معروف. فما مخموم القلب؟ إيش قلبه؟ إيش به؟ له ست صفات ذكرها، قال: هو كذا وكذا وكذا وكذا، يعني قلبه طيب على الناس، طيب وإيش ولا يحمل أي حقد. أيوة. يحب الخير. يحب الخير. تعال، من هو مخموم القلب؟ تشرح لي يعني، تذكر لي هذه الصفات وأعطي لك الجائزة. ما عندك شيء؟ صدوق لسان هذا قالوا نعرفه الصحاب، معروف اللي يصدق ولا يكذب. من هو مخموم القلب؟ مخموم القلب هو الذي لا يجد في قلبه أي حقد أي حسد على أحد، لا يبات إلا قلبه صافي من الحقد والحسد. عندك معلومة بس؟ طيب يعني إيش هي بنص الحديث؟ إيش قال؟ يعني قال في مخموم القلب. أيوة. وصدوق اللسان. أيوة. قالوا صدوق اللسان نعرفه، لكن ما هو مخموم القلب؟ أيوة. إيش قالهم؟ وقال مخموم القلب هو الذي لا يحمل في قلبه حقد على أي إنسان. أيوة. وإيش عاده أيضا بقلبه؟ حقد. أيوة. يبات يعني ولا عنده أي حقد؟ هو الرسول ذكر ست صفات للقلب النظيف. إيش يكون ست صفات للقلب النظيف هذا؟ القلب إيش يكون وش؟ يعني أحب أخيك. صفات القلب ما هي؟ التقوى. أيوة. والنقاء من الحقد والحسد. إجابة أيضا تدور حول هذا الإجابة، ولكن نص الحديث قال الرسول إجابة صحيحة، لكن أيضا نفصل أكثر. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قالهم مخموم القلب هو التقي النقي. أيوة. لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. ما شاء الله، الأستاذ ولا مدرس ولا؟ أنا شغال بس شاعر رسمي في البلاد، في شعراء شباب. شعراء شباب إن شاء الله. عادل محروس مبارك سيد مرة. عادل بن مرة.
عمرة عادل عمر الشاعر عادل عمرة. أيضا عندك معلومات دينية؟ معلومات دينية. الله الله، هذا الدين، دين الإسلام. احنا الدين الإسلامي. مخموم القلب إذن هو نظيف القلب باختصار. والمخموم عندنا حتى في 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 حضرموت يقولوا يعني خم القش وخم ال... وهي المخموم والخم هي عبارة عن النظافة، فنقول مثلا خم القمامة أي نظفها. ومخموم القلب كما جاء في الحديث هو بالتفصيل هو التقي النقي، لا إثم فيه، يعني في قلبه لا إثم فيه ولا حسد ولا غلة ولا حسد. وإجابة صحيحة من الأستاذ أو الشاعر عادل محروس من عادل عمرة من مدينة شباب، من الحوض، من مدينة شباب، من هذه البيوت الصغيرة، من مدينة شباب. وهذه 10,000 ريال من برنامج الميدان شركة بترو مزيل. اسمع له تحية، اسمع له تحية منكم. وأيضا لك مبروك عليك والأهل شباب، وأيضا هذه هدية من قناة حضرموت وشركة بترو مسيلة، ومبروك عليك كمان. ألف ألف مبروك. شكرا، حياكم الله. يا هلا وسهلا. أهلا بكم مشاهدينا إلى سؤال هذه الفقرة من الموسوعة الشعبية، وسؤالنا يقول: من هو الشاعر لنقريز؟ السؤال يقول: من هو الشاعر لنقريز؟ كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ مبسوط. من فين انت؟ من رحاب. من رحاب، ما شاء الله. تبع دوعم؟ سؤال معنا لك بسيط، فين رايح انت الان؟ عم بعتاق. من؟ عم بعتاق. حيا معنا سؤال لك بسيط. السؤال يقول: من هو الشاعر لنقريز؟ في شاعر واحد اسمه لنقريز، من اسمه؟ ما اعرف. الكاف. ايوه، من الكاف؟ حسين الكاف. ما في حسين الكاف معانا. الكاف حسين المحضار مش هو؟ لا، هو حداد الكاف. لا مش حداد الكاف. لا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حريضه؟ ان شاء الله. كيف تكون مع رمضان؟ والله مع رمضان تمام. اجمل طمانينه وارتياح وسكينه. طيب معانا لك سؤال يقول: في إطار موسوعتنا هذه الحضرمية الشعبية مليئة بالكلمات الجميلة والمصطلحات والعادات والتقاليد، طبعا تختلف من منطقة لأخرى، عندكم في حريضة تختلف عن المكلا وعن سيئون والشحر والغير وغيرها. نسأل عن هو اختلاف جميعا، لا بصير. اختلاف في الكلمات والمصطلحات والعادات والتقاليد. وسؤالنا في هذا الإطار يقول، السؤال يقول: من هو الشاعر لنقريز؟ شاعرش؟ في شاعر يلقب بلنقريز، لقبه لنقريز، شاعر حضرمي له العديد أيضا من الكلمات والأبيات. من هو هذا لنقريز؟ قديم ولا حديث شعر؟ قديم، توفي هو. الكاف؟ معروف. حسين المحضار معروف، حداد بحسن الكاف معروف، هذا واحد ثاني. البار؟ من حسن البار؟ محمد البار؟ لا، أبو عامر. من أبو عامر؟ جيب لي اسمه، حتى اسمه الثنائي. أبو عامر اسمه. لا، هذا مش أبو عامر، هذا شاعر ثاني لقبه لنقريز. سؤالنا يقول: من هو الشاعر لنقريز؟ شاعر لنقريز معروف، هذا سهل. طيب ايش تسمي صديق؟ شاعر حضرمي. ايوه حضرمي، ابو بكر حسين المحضار. هذاك ابو بكر حسين، لكن لنقريز هذا ثاني لقب لشاعر. الفرق الفرزدق. انا قلت لك حضرمي، الفرزدق حضرمي. كيف حالك؟ حياك الله. رمضان كريم. الله. انت اكيد من الشيبان الكبار، تعرفوا التاريخ حق حضرموت. ايوه. نسال عن الشاعر، في شاعر واحد يسمونه او يلقبونه لنقريز. من هو هذا لنقريز؟ من تريم عاده. من هو؟ من تريم هو. ايوه، يلقبونه لنقريز. المحضار. من؟ لا مش المحضار، هذا خلاص المحضار كذا معروف. بعدين. من بعدين؟ ما اعرف اسمه كامل. من هو بعدين؟ هو لقبه بعدين، لقبه لنقريز وهو بعدين، بس من اسمه؟ ما اعرف اسمه، لا اسمه الكامل ما اعرفه. من البعدين؟ عبيد؟ ممكن الغالب. من؟ المحضار مش المحضار. مش المحضار؟ لا، بعدين هو بعدين، بس اسمه الكامل مش عارف. بعدين من وين هذا الوال بعدين؟ من تريم. من تريم، من تريم. اذا بس الاسم الثلاثي، طبعا نحن طفنا وجلنا لم نحصل حتى على الاسم الثنائي او حتى على القبيله، وبالتالي بعدين هذا معروف. ايش هذا يعني؟ يجيب اشعار ولا؟ طبعا اشعار وكل حاجه عنده. اشعار، وايضا من ضمنها ايضا كلمات للبني مغراه غنت كذلك، وهو الشاعر هو قال بعدين. وايضا استكمالا للاسم هو عبيد عوض بعدين الملقب لنقريز، شاعر حضرمي معروف. وهنا جائزة هذا السؤال 10,000 ريال.
من شركة بترو مسيلة، الراعي لهذا البرنامج الصناعي. جمال أحمد عوض عباد. ما سمعت ما شاء الله من الجمهور. جمال أحمد عوض عباد. جمال أحمد عوض عباد. عباد مش عباد. عندكم عباد. جمال أحمد عوض عباد من مدينة شبان. نعم. ولا تزورها؟ من شبان. فين بيتكم هنا؟ هنا وراء. إذا من مدينة شبان التاريخية العالية هنا الأخ جمال عباد، 10,000 ريال من برنامج الميدان. اسمع له تحية أقوى من الجمهور، مبروك عليك، مبروك. باقي لك، باقي أيضا له هذه الهدية. اسمع لهم تحية أيضا. الوالد الكريم اسمك؟ سليم فرنسا. من؟ سليم فرنسا. سليم عوض مصر. اسمع له تحية وألف مبروك من مدينة شبام التاريخية، مبروك عليك. كيف أحوالكم؟ كيف أحوالك؟ طيب. تعالوا يا أصحاب الهجرين. حياك الله. عندك سؤال إن شاء الله تجوب عليه. إن شاء الله. كيفك أنت في المعلومات؟ والله الحمد لله لا بأس أنا. طيب. تابع الأخبار؟ تابع الأخبار. طيب سؤالنا يقول، بس ركز فيه، منظمة التعاون الإسلامي متى تأسست؟ هذا سؤال تصاعدي يصل إلى 30,000، بس بقى عندك معلومات. منظمة التعاون الإسلامي معروفة صح؟ اسمع لها في الأخبار. أيوة اسمع بالله. إيش تسوي هذه المنظمة؟ هذه المنظمة إيش تسوي؟ منظمة اجتماعية. أيوة. تساعد الفقراء والمساكين. من المسلمين. من المسلمين طبعا. ايوه طيب. منظمة التعاون الإسلامي هذه متى تأسست؟ تأسست 1648. هذه معلومات تاريخية. منظمة التعاون الإسلامي عبارة عن جسر تواصل بين المسلمين، دعاتهم وأيضا أئمتهم وكذلك حكامهم وملوكهم. منظمة إسلامية تعاونية، متى تأسست بالتحديد؟ تعطيلي التاريخ، تصعد بعدين معي إلى 30,000، من 10 إلى 30. حاول يا عبد الله. أيضا 1953. 1948. ليش قلت كذا؟ ليش تقريبا؟ والله أعلم. عام 1965. ليش قلت كذا؟ تأسست. تأسست بعد النكبة، حق بعد ما حرقوا المسجد الأقصى. أيوة. بالتحديد عام كام؟ 65. مش 65، قربت انت الان. او 67. كم؟ 67. 67 ولا 69؟ عام كم؟ عام 69. ما شاء الله. تابع الاخبار؟ تابعها اول باول ان شاء الله. بس كيف هذا عرفت السؤال؟ عارفه، درسته في ايام الامتحانات. ما شاء الله. في الثانويه درسنا. اسمك الكريم من؟ سلمان صالح بن عقيل. بن عقيل من عمد؟ لا، انا من معمل حق بن عقيل. وهذا جول كريت. طيب بس انت من فين؟ وادي عمد. من وادي عمد. نعم. حياك الله. أخينا صالح. سلمان. صالح بن عقيل. سلمان بن عقيل ما شاء الله معلوماته يبدو أنها دقيقة جدا. بس أنت أول شيء قلت لي كم؟ أنا هو بعد ما حرقوا المسجد الأقصى. ما شاء الله عندك معلومة. منظمة التعاون الإسلامي فعلا تأسست مباشرة بعد حرق المسجد الأقصى عام 69 بالتحديد. ليش هذه أسسوها؟ ليش؟ عشان يجمعون العرب كذا وتكون الكلمة واحدة عشان تحرير المسجد الأقصى. ما شاء الله، إجابة صحيحة ونموذجية جدا. كلمات تتسارع عشان المعلومات واجدة. إجابة صحيحة مبدئيا. هذا سؤال تصاعدي عليه 30,000. نبدأ بعشر ألف ريال لأخينا سلمان صالح بن عقيل. اسمع له تحية. 10,000 ريال لحظة. مبدئيا توصل للثلاثين. تواصل؟ واصل. معك وسيلتين مساعدة. نحن الآن في عمد في ليلها الجميل هنا. معك تليفونك؟ تلفوني. نعم. طلع تليفونك. معك شوف 4 أسئلة الآن، كل سؤال على 5,000. إما في أحد الأسئلة تستعين بصديق، تتصل به صديق إن شاء الله. أو تستعين قدر ما تقدر. أو تستعين بالجمهور الموجود هنا. أنت تطلب واحد من الجمهور تقول هذا اللي عنده معلومة. إن شاء الله. باقي الأسئلة ممنوع، لا صديق ولا قريب ولا حبيب ولا جمهور، واللي يتكلم نخصم عليك. تمام. ركز معي. كل سؤال يتكلم يا ربع خلونا على الأسئلة. أيوة. إذا نواصل نبدأ. كل سؤال عليه دقيقة واحدة. دقيقة. أسئلة سهلة بس. أسئلة في إطار منظمة التعاون الإسلامي. إذا منظمة التعاون الإسلامي تأسست عام 1969 بالتحديد بعد حرق المسجد الأقصى والحادثة الشهيرة. اجتمع مجموعة من العرب وعلماء المسلمين وخيرهم، وأيضا باستشارة ومرجعية من الملوك والحكام والأمراء، وأسسوا منظمة التعاون الإسلامي. السؤال الثاني، ركز.
أين يوجد مقرها الحالي؟ مقر منظمة التعاون الإسلامي. المقر الحالي لها فين هذه في العالم الإسلامي؟ في وحدة من مدن العالم الإسلامي. تقريباً إنها في مصر. ركز معي هناك الوقت، حسب لي. أيوه طلع لي وقت كم. واضح الوقت بالنسبة. واضح. كم هو دقيقة؟ دقيقة واحدة. الآن مرت عليك 10 ثواني. ركز معي. الجمهور لا تتكلم إلا إذا طلب. في مصر. قال في 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 مصر. فين في مصر بالتحديد أو في مدينة ثانية؟ ركز ثبت معي. هو في مصر صح ولا لا؟ الله أعلم. بس أنت بغيت المدينة ولا الدولة؟ المدينة في العالم الإسلامي. مدينة. يا طويل العمر. ما أدري صح خطأ، هذا الله أعلم. ما عليها أصلاً. ما نحن خسران شيء أصلاً. أنت ما شاء الله أنت كسبان معنا. نثبت على مصر. طيب فين في مصر؟ بالتحديد. مصر تقريبا القاهرة. القاهرة. ثبت عليها. ثبت عليها توكل يا رجال. قال في جمهورية مصر العربية وبالتحديد قال في القاهرة، والإجابة للأسف خطأ. القاهرة هل توجد فيها يعني معروفة الدول العربية. تمام. واضحة. والقمة العربية دائما أيضا مقرها هناك توجد. للأسف إجابة خطأ. السؤال الثاني وخسر معنا 5000. الإجابة مقرها يوجد في جدة. في جدة. تتخذ من جدة مقرا لها. طيب السؤال في جدة في المملكة العربية السعودية. معروف. جايين منها أصلا. تروح جدة. أكيد جدة. مررت بجنب المقر؟ والله ما متذكر. بس السؤال الثاني، كم عدد الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي؟ دقيقة واحدة. الأعضاء استعانوا بصديق. هذا تتصل عادي معك صديق، معك في حد صديق يعني عنده معلومة عنده خبر. والله أخوي بس ما أنا عارف. إذن يستعين الآن بالصديق. مدة دقيقة. معك دقيقة الآن. أنا مكظاهر الآن 13 ثانية الآن مرت. صور بندق عليه. دق عليه وافتح المايك. عنده قلي. افتح السبيكر. عادي يلا خليك قول معك برنامج المدن عادي. أنت الآن معنا. ما عندك مشكلة. سلمان. أول ما شاء الله في رصيد موجود. موجود فل. يلا سلمان في مدينة عمد في المدينة نفسها ضمن الوادي. خلا خليك. يا أبو أحمد كيف حالك؟ طيب. ألو. سمع بنجيب سؤال لكن إحنا على قناة حضرموت الحين. تمام. كم عدد الدول الذي العضوية في منظمة التعاون الإسلامي؟ عدد العضوية الدول. دول العضوية في منظمة التعاون الإسلامي. عددها عددها العضوية. ايوه بعد ما فتحوها بعد حرق ميسي الأقصى. كم مين خلص علينا الوقت. طيب بسرعة. عارفة ولا معاش داعي؟ خلص رجال مستعجل. بسرعة. عنده ما فهمت سؤال. للأسف الوقت انتهى. للأسف صاحبكم كان ما فهم حد. 22. خلاص مثبت على آخر إجابة. 22. قال 22 دولة والإجابة للأسف خطأ، وعددها 57 دولة. طبعا جميع دول العرب جميعها طبعا فيها بالإضافة إلى دول إسلامية مثل باكستان ومجموعة من أفريقيا برضه ودول أفريقية جزر القمر وغيرها. 57 دولة عضوية في منظمة التعاون الإسلامي. للأسف السؤال الثاني طاح على صاحبنا سلمان. بن عقيل. بن عقيل. السؤال الرابع، ما الاسم السابق لمنظمة التعاون الإسلامي؟ كان اسمها ثاني مش هذا. قبل حوالي أقل من أو 10 سنوات غيروا اسمها من ركز لحظة من كان اسمها بس كلمة واحدة تختلف. كان اسمها ثاني منظمة من دريش الإسلامي مش منظمة التعاون، ثم غير اسمها من منظمة هكذا إلى منظمة التعاون الإسلامي. إيش كان اسمها؟ إذا بتسعين جمهور عادي قول لهم الآن. حد عنده شيء خلفيها رابع. منظمة إيش الإسلامي؟ سؤال هذا شوف بسيط. تقريبا من الدول حالياً الإسلامية. تذكر في الأخبار منظمة التعاون الإسلامي. أيوة. وتقوم طبعاً حوالي طبعاً سنوياً أو كل سنوياً بعقد قمة لها في مجموعة من دول العالم الإسلامي. بسرعة. اسمها السابق كان أول ما تأسست ما كان اسمها هكذا، كان اسمها ثاني منظمة إيش؟ عاد السعودية. محل تقول لي إيش مش اتحاد؟ اتحاد ولا حاجة ثانية؟ مجتمع إسلامي. الدول الإسلامية. خلاص نثبت عليها. الوقت خلاص. في حد هنا؟ التعاون. في حد يقول التعاون حالياً بسرعة. حد. ثبت عليش باقي بسرعة. يلا يا طول العمر الاتحاد. يلا اتحاد إسلام. قال أخينا سلمان بن عقيل ثبت على منظمة التعاون الإسلامي الاسمها السابق قال. اتحاد منظمة الاتحاد الإسلامي وللأسف. الإجابة خطأ واسمها السابق معروف هي منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتصدق نسينا الصراحة. عادي عادي عادي. عادي. أنت 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 ما شاء الله يعني كسبنا يعني صديق عزيز وأيضا يجيب معنا على معلومة. سمعناك إنك جيت هنا إذا عندنا. صراحة. واجبنا واجبنا. السؤال الرابع الخامس الأخير. الأخير بس ركز حاول يا أخي بغانك حتى 15. يلا 10 ما يزال 10,000 في رصيد الأخ سلمان بن بن عقيل. السؤال الأخير. من هو الأمين العام الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي؟ على فكرة العام الماضي فقط في أواخر عام 2016 غير كان أمينها العام إياد مدني، حاليا أمين عام ثاني. قبل إياد مدني من كان؟ وكان أيضا قبل إياد مدني أوغلو كان أمينها العام تركي سعود الجنسية. هذا سعود الجنسية خلف إياد مدني. من هو؟ أذكر بسرعة. القرضاوي ما هو سعودي ذا. سعودي أمينها العام بالأسف باقي معك أقل من 8 ثواني. آل الشيخ. من هو؟ عبد المحسن الشيخ. عبد المحسن الشيخ. ثبت عليها. ثبت يا رجال. قال للأسف الوقت انتهى. قال عبد المحسن آل الشيخ. والإجابة يا الجمهور الإجابة خطأ. هو أمينها العام هو يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي. وأخينا سلمان بن عقيل. بن عقيل كسب معنا فقط 10,000 ريال في السؤال التصاعد إلى 30,000 وهذه جائزة. كسبنا وجوركم بس وجوركم كسبنا. وهذه أيضا هدية لك ومبالغنا المالية. وهذه الهدية من شركة بترو مسيل الراعي لبرنامجنا. ألف مبروك عليك إسماعيل. أي جمهور الله يحفظك. أهلا بكم مشاهدين حياكم الله في هذه الفقرة. تسوقوا الحساب علينا من سيكون اليوم سعيد الحظ معنا أمام الثلاثة الخيارات وأمام أولا هذا اللغز الجديد. سؤالنا لهذه الفقرة يقول بسألك عن رجل أعمى وله عينين وإذا دخل في وسط بيته تكلم له عدة ألوان تجيب الملايين يحفظ لك أسرار أيضا ويعلم ما هو هذا الشيء. إذن طبعا في البداية نحييكم اليوم من مدينة القطن ومن سوقها وبالتحديد هذه الفقرة اليوم برعاية من ماركت القطن هنا في سوق القطن. نسأل سؤال بسيط ولغز. اسألك عن رجل أعمى وله عينين وإذا دخل في وسط بيته أتكلم له عدة ألوان تجيب الملايين يحفظ لك أسرار أيضا ويعلم. ما عرفت. ما تذاكر الألغاز؟ لا ولا الغاز تجلس لا. مع أصحاب الألغاز؟ في سؤال ثاني. ماني داري. ماش داري ولا بنحاسب على السلة. طيب نشوف ممكن إذا كان في محاولة عندكم. أول مرة يمر عليها السؤال. فينكم من الألغاز؟ الأموري تفهمي؟ لا. إيش هو ذا؟ أعمله عينين وإذا دخل بيته تكلم وله عدة ألوان تجيب الملايين ويحفظ الأسرار أيضا ويعلم. ما أفهم. إيش هو؟ ما أفهم. إيش هو؟ ما أنا داري. ما هو داري. ما إيش هو؟ الكمبيوتر. الكمبيوتر. ليش الكمبيوتر؟ لأنه ما شاء الله جهاز كل شيء في وسطه. فين عينه الكمبيوتر؟ عبر الأقمار الصناعية. عندك انت جواب. ايش جوال؟ الجوال. قالت هذه الاموره والاجابه. فين عيون الجوال؟ كاسيت. الكاسيت اللي تعمل الكاسيت. ايش من كاسيت؟ يعني حق المسجله تقريبا. ايوه ايوه داخل المسجله. حق المسجل. المكره حق المسجل. بس لازم تشرحي لي شوي كيف 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 الشريط. يعني انت قالت هذه الكاسيت. قالت الكاسيت يعني شريط المسجله. بس لازم تشرحيها. العيون حقها حق المكره. أيوة. رجل بس قال رجل اعمى. كيف رجل اعمى؟ يعني ما الكاسيت ما في عيون يعني. الكاسيت ايوه ما بس قال له عينين. ايوه الفتحتين حق الفتحتين حق الكاسيت. طيب مكره حق المكره. المكره هنا يتسمى عندكم القات سموها مكره وبعض سموها كاسيت وبعض سموها الشريط. طيب له عينين واذا دخل في وسط بيته اتكلم. داخل المسجل. ايش هو بيته؟ لا بيته المسجل. بيته المسجله وصحيح. تكلم يعني كيف؟ يعني اعطاك اللي يبغاه. يعني تكلم باللي موجود. طيب له عده الوان تجيب الملايين. يعني الوانه شيء زرقاء وشيء اسود شيء احمر شيء اخضر. صحيح. من المكار او من الاشطه مجموعه زرقاء ومجموعه حمراء ومجموعه جميل. له عده الوان تجيب الملايين ويحفظ لك اسرار ايضا ويعلم. سجل لو انت
حابب انك تسجل حاجه اللي انت تشتيه بتسجله داخلته. ما شاء الله اجابه صحيحه ونموذجيه وتفصيليه من الوحده اللي جابت ثنتين مع بعض. طيب الاخت ام من او اخت من او ام سعيد ام سعيد من القطن انتم. لقطنا من ماركت القطن في السوق العام بالتحديد وإجابة صحيحة. اسمع لهم أيضا تحية من الجمهور الحاضر هنا. بس شوفي لحظة مبروك هذه سلتكم. أيوة. سلتكم هذه. طيب يعني سلتين للأختين. طيب جيبيها. نحن ممكن تكون معنا سلل بس الله أعلم هل هي كثيرة ولا قليل. هذه طبعا سلة الأختين. أم سعيد قلتي أم سعيد والأخت أم سعيد وأم محمد كلكم من القطن. طيب أجابتها عن اللغز. بس الآن معانا ثلاثة خيارات. إما بس ركزوا معي إما يعني نحاسب على هذه السلل. تمام هذا خيار لكم إذا أردتوا أو تختاري معانا ظروف فيها من 1000 إلى 50,000. بس الله أعلم كم فيها. الجماعة هناك معانا 50 ظرف ل30 حلقة. قد اليوم يكون فيها 1000 قد اليوم فيها 50,000 الله أعلم. ومعنا ثلاثة ظروف لهذه الحلقة مختارة من بين 50. أو تختاري معانا الطاقم هنا الطاقم مع إدارة ماركت القطن. اختار سلة مخفية والسلة أيضا فيها بضاعة تبدأ من 1000 ريال. قد تكون حبتين بسكويتة بيضة الله أعلم. وقد يكون فيها يعني مونة كثير يعني أرز سكر الله أعلم. إيش الآن تختاروا؟ هذي أيوه. ليش؟ سبحان الله خاف ينحنا 1000 ريال يعني خافوا شوي يعني. ليش ما تحبين المجازفة؟ ايش رايك تغامري معنا ممكن توصلي 50 ممكن 1000. لا 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 ان شاء الله خلاص نثبت عليها. كيف؟ يقولون هنا جرادة بيدي خير من 10 طائرات لكن العشرة تكون 50,000. لكن اخيرا خلاص نثبت على ماذا؟ مش الظروف السلال مش 50,000. إذن خلاص هذا نصيب الأختين. قالت نختار السلال الغذائية وأيضا معانا بس نجيب الظروف نكشف ما في الظروف نكشف ما في الظروف وأيضا ما في السلة الله أعلم. بس ما بتزعل إذا كانت نشوف الظروف. هذه ثلاثة ظروف كل واحد تختار ظرف. طبعا هذه غير معتمدة. تختاري ظرف وهذا ظرف وايضا هذا ظرف. افتح لي شوف كم فيه. كل واحد افتح الظرف على السريع شوف كم اللي فيه عشان نشوف هذه المغامره لو غامرت معنا كم سيكون فيها. كم معاك في الظرف يا ام سعيد وام احمد؟ لحظه يقول 200,000. وين هذه ال 200,000؟ كم؟ 14,000. غير معتمده. طيب جيب هذه. والثانيه كم؟ الثانيه كم؟ 10,000. طيب تتوقعن اللي في السله اكثر ولا اقل؟ اكثر اكثر من 10. ايوه طيب الله اعلم هذا بعدين عند المحاسب. والامور كم فيها؟ 20,000 ولكنها للاسف غير معتمده. طيب اذا ال50 غير موجوده. طيب نشوف الان ننطلق الى المحاسب هنا في ماركت القطن. شل هذا اذا نحاسب عليها. شل السلتين مع بعض ننطلق الى عند المحاسب هناك ونرى كم سيكون في السلتين. هل اكثر من 20 ام اقل حظ الاختين؟ إذن الآن هنا عند المحاسب والمسؤول أيضا محاسب ومدير ماركت القطن هنا طبعا يحسب الآن إجمالي سلة أم محمد وأم سعيد الفائزتين معنا بسؤال هذه الحلقة. حتى الآن ما شاء الله الإجمالي ما يزال. نشوف الإجمالي ما هو حظوظ الأختين في هذه الحلقة. يستمر طبعا الحساب هنا وايضا هذه الحلقه التي وهذه ايضا الفقره اليوم التي مقدمه من ماركت القطن للتسوق هنا في سوق القطن. ما شاء الله حتى الان ما شاء الله يصعد الحساب. الاختين قالت اكثر من 20 هي قالت الله اعلم كم سيكون. حتى الان 13,000 يكون 18,230 19,530 بالضبط 19,530 ريال. إذا حظ الأختين تسوقت بكيفهما وهذا هو الحظ والنصيب. شكرا لكم من مدينة القطن هنا من ماركة القطن في السوق وشكرا لكم. شكرا لك يا شكرا. ومبارك للأختين الكريمتين وإلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، ميدان الطفولة اليوم ميدان جديد، ونقدمه لكم بالتحديد معنا متسابقين من منطقة الهجرين التاريخية، ونجري السباق هنا في ملاعب مدارس بن محفوظ الأهلية. معنا كالمعتاد فريقين، الفريق الأول وهو الفريق الأزرق، الفريق الأزرق اسمع لهم تحية، وهناك أيضا مشجعين لهم. بينما الفريق الثاني هنا وهو الفريق الأحمر، الأحمر حتى الآن أكثر حماسا، ومعنا سيكون هنا ما شاء الله الحكم بمعداته وصافرته وساعته، الحكم عاطف الحداد. أيوة ما شاء الله، يعني درس التحكيم إن شاء الله. اسمع تحية أيضا للحكم عاطف الحداد. وهناك أيضا سيكون معنا مراقبين متابعين، الأخ سعيد بشغيوان والأخ حامد مهيدي أيضا هم متابعين ويراقبون. نبدأ بتعريف الفريقين، كل واحد يعرف واحد بعد الثاني، والجمهور أكيد بيحييه. اسمك؟ عبد الرحمن فرج مبارك بابارك. اسمع له تحية. اسم صالح سعيد علي الكثيري. صالح اسمع له تحية. صادق. صادق اسمع له تحية. علي عمر عبد الله الكاف. علي الكاف اسمع له تحية. يحيى عمر أحمد اسلام الباص. يحيى الباص اسمع له تحية. بينما أعضاء الفريق الأحمر كلكم الهجرين صح؟ الهجرين تنافس نفسها بفريقين أزرق وأحمر، واسمكم الثلاثي؟ عبد الله حسام بن شعيب. عبد الله بن شعيب تحية له. فين الحماس الجمهور؟ أحمد حسن عبد الله الكاف. أحمد الكاف من الهجرين. عمر علي بحشوان. عمر بحشوان. صالح سامي محمد بن مغيث. صالح بن مغيث اسمع له تحية ما شاء الله. عاطف جاهز معي نحسب. طبعا نفصل لكم طريقة السباق في هذه اللعبة. عندنا طبعا طاولتان هنا في خط البداية، وأيضا طاولتين هناك أيضا في خط النهاية. سنبدأ معكم، ستكون هذه الأكواب، الحكم سيذهب لرص الأكواب هناك في خط النهاية. على المتسابق أن يجمع الأكواب بالترتيب هذا بالبالونات، تمام، بنفخ البالون ثم أيضا يأتي بالأكواب إلى هنا يرصها. الجولة الأولى الآن سينطلق المتسابقون عبد الرحمن وصالح من هناك خط النهاية إلى هنا. خمسة أكواب. كل نجيب. لا معك خمسة أكواب، من الأسرع ومعنا أيضا وقت، من الأسرع بالوقت، تمام. خمسة فقط بس الأسرع. الجمهور يحسب معنا للخمسة والحكم أيضا سيصفر، للثلاثة والحكم سيصفر. واحد. ينطلق المتسابقان عبد الرحمن، عبد الرحمن وصالح بسرعة. الأحمر أنجز الكوب الأول، يدك للخلف ضروري يا عبد الرحمن، يدك للخلف. أيوة يدك للخلف، يحاول عبد الرحمن. شجع شجعون. يحاول، لابد أن يكون الكوب في نفس المستوى. صوت صوت. يحاول الأحمر حتى الآن ثلاث أكواب، من الأسرع؟ الأزرق متأخر. يحاول صالح حتى الآن أربعة أكواب، ثلاثة ممتازة وواحد طايح، وعبد الرحمن ثلاثة وأحمر. اسمع تحية للفريق. طبعا حتى الآن الكمية الأولى صالح أنجزها 52 ثانية، واسمع له تحية. طبعا نحسب الثواني، سنجمل الثواني. حامد 52 ثانية نكتبها الآن للفريق الأحمر. نحسب لثلاثة جمهور، يلا. واحد. عاطف الحداد الآن يطلق صافرته ما شاء الله. عبد الله يحاول. صادق وعبد الله الأحمر الآن تأخر قليلا، يدك للخلف، حاول. يحاول، هل سيعوض الفريق الأزرق؟ يحاول. عبد الله بسرعة حاول تحافظ، أي كوب يخرج الخلف سيكون الخلف. للأسف طاح واحد. حاول يحاول حتى الآن، هنا يبدو أن في كوب واحد طاح، وهذا أيضا يضيع عليهم. يدك للخلف، يدك للخلف. يحاول عبد الله، يبدو أن البالون يتعبه كثيرا. يدك للخلف يا عبد الله. من ينجز بسرعة؟ من الأزرق. لحظة، الفريق الأزرق فاز في هذه الجولة، واسمع له تحية أقوى. ايش اللي حدث؟ ليش تأخر؟ ما اعرف. تنفخ البالون؟ ليش؟ قوية. قوية؟ انت ما جربت سويت بروفا؟ الا بس ما قدرت فيه، حسيتها ثقيلة.
إلى أن أتعبه النفس في نفخ البالون. الآن نشوف باقي معنا الجولة الثالثة النهائية، ستكون جولة كم؟ 51 ثانية للأزرق. 51 وفازوا حتى الآن تعادل. الآن الجولة الجماعية بسرعة. يدك للخلف، حاول يدك للخلف وتحافظ أيضا على الكوب، لابد الكوب يكون مستقر هنا. حاول الكوب، لا طاح للأسف. لحظة، يدك للخلف، الكوب لابد أن يكون، لا يطيح الكوب للأسف، خلاص اللي يطيح خليه. ركز على البالون، يدك للخلف، يحاول عبد الله يفشل. حاول 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 حاول. الآن شل 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 لي على الأرض، الآن على السريع شل لي على الأرض على السريع. يدك لا على الأرض، على الأرض بسرعة. لا لا عبد الله رجع أول للميز، رجع للميز، رجع للميز بسرعة على السريع على السريع. حاول يلا على السريع ترجع للميز، واصل حاول. خلص الفريق الأزرق ينجز الكمية. تشجيع مستمر للأزرق، بينما هناك الفريق الأحمر يبدو أنه يعيش حالة من الاستياء. لحظة بس، أنتوا فاش فشلتوا. طيب عالسريع يدك للخلف عالسريع. من ينجز الكمية الآن؟ النتيجة الآن النهائية للمتسابقين طبعا سيعلنها الحكم عاطف الحداد. الفائز هو فريق الأزرق. اسمع تحية للفريق الأزرق، فاز معنا، فاز معنا بستة مقابل ثلاثة. نبارك للفريق الأزرق الحاصل معنا على المرتبة الأولى في ميدان الطفولة لهذه الحلقة، وجوائز المرتبة الأولى من بترو مسيلة راعي هذا البرنامج، ونقدمها لهم. ونبارك لجميع المتسابقين، الأول وأيضا الثاني هنا والثالث مع المتسابق والمتسابق الرابع، واسمع لهم تحية من الجمهور. ما شاء الله، حتى الفريق الأحمر أيضا يحيي الفريق الأزرق. جوائز المرتبة الثانية للفريق الأحمر أيضا من بترو مسيلة راعي هذا البرنامج هنا اليوم في منطقة الهجرين، ومتسابقين ومدعمين الهجرين، المتسابق الأول والثاني والثالث والرابع، اسمع لهم، اسمع لهم تحية. شكرا للحكم عاطف الحداد، كان معنا حكما لمجريات هذا اللقاء بالصافرة وأيضا الساعة. وشكرا لكم مشاهدي الكرام، في أمان الله تعالى وحفظه، وإلى اللقاء. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام في ختام حلقة اليوم من الميدان 2 وفي عامه الثاني. وهكذا نختتم معكم حلقة هذا اليوم من أعالي الجبال هنا وهذه الطرق التي تؤدي إلى الضليعة ودوعا. شكرا لطيب المتابعة، في ختامها تقبلوا تحياتنا في طاقم الميدان، وكذلك تحيات شركة بترو مسيلة راعي برنامجنا لهذا العام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.